سؤاله الثاني يقول: ما حكم الاعتداء على الكافر في بلاد المسلمين بالضرب أو القتل، وإن كان ذلك بسبب ما يقوم به من إفساد أو فسق؟ لا يجوز الاعتداء على الكافر إذا كان دخل بلاد المسلمين بعقد الأمان، فإنه لا يجوز الاعتداء عليه لأنه في ذمة المسلمين، ولا يجوز غدر ذمة المسلمين. نعم. فلا يجوز الاعتداء عليه ما دام داخلا بلاد المسلمين بأمان ونظام معروف، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالوفاء بالعهود. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. نعم. وأما إذا ارتكب شيئا يقتضي العقوبة، فإن الذي يتولى ذلك هو ولي الأمر، لا يجوز لأفراد الناس أن يعاقبوه، لأن هذا يحصل منه الفوضى والاعتداء. ولكن من حصل منه شيء يخل بدين المسلمين أو يضر بالمسلمين، فإنه يرفع إلى ولي الأمر ليتولى هو مجازات هذا المعتدي. نعم. نعم.